مبروك على الشعب التونسي كله. الحمد لله اليوم عملنا ريكسيون لازم تتعمل والحمد لله ان شاء الله جاي خير. عملت لقطه يمكن لقطه هذه الناس الكل باش يهاولوها بيان سي تعرف اي حاجه من الحبه يولي يردوها قبه. اللقطه هذه انا حياتي كم نقبل في النقد حياتي كم نلعب في الكوره فما برشا نقد ومع على عيني وراسي جمهور المنتخب وانا ولد المنتخب وولد تونس نقبل في النقد عادي لكن فما الحقيقة هذا من التعديل اللي فاتوا ونديري انا نلعبش في الناسيونال ديري نلعب في موزمبيق ولا نلعب في 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 بلاد اخرى يعني كي توصل بيوصلوا يعني يشكوا في يجدوا في الاعراض يجدوا في امي وبابا يعني كان وريك مساجات تو الدوخ وكاني ما مانيش تبع تونس ضغط صحيح انا منقصد حتى حد العكس واللي حس منها يعرف روح اما جامد لافي انا نقصد المنتخب والنقص جمهور المنتخب على عيني وراسي هو اللي يدوس وذاك هو اللي يطلع وذاك هو اللي يهبط.